تكف عن السلامات أبدا لتنقل السلامات. الله 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 على السلام يا الهاجري، روح بالناموسي مع مياس فهد بن فهد بن علي الهاجري، غادر بهذا الناموس الأول المساء الجميل. تهانينا للأشقاء والإخوان في المملكة العربية السعودية على هذا الفوز الجميل. دو بشعارها تأتي مع المركز الثاني، ألا وهي الشموخ لمنصور بن عنود العامري. المركز الثالث تحمل الرقم 22 مهابة محمد بن عبد الله بن سلطان الجنيبي. مع الطنيجي غادر بالناموس الخيال. يا سلام، غادر مع عالي مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي. غادر الخيال الأصيل على ظهر الأصيل وسلالة شاهين عالي. هذا الضغط العالي من عالي ذياب بن سيف آل نهيان سمو الشيخ القدير، هو مالك عالي. تهانينا على هذا الفوز، وسلالتي شاهين عالي تظهر في المقام العالي والسامي. بدأ يتقدم الوصول من العربية أحمد بن سعيد بن مكتوم النبي، ولكن الرميثي سلام يا الخزنة، سلام يا الخزنة، سلام. ويا عبد الله ترشيحك ما طاح التراب هنا مع رحيل، رحلت بالمركز الأول. تهانينا والناموس، سلام إلى الخزنة، سلام. هذه يا رحيل عبد الله بن محمد بن كداس الرميثي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلت ثاني المراكز هنا الرباعة سالم بن محمد الحمد البريص المري. المركز الثالث المركز الثالث النصيبة سهيل بن بطي بن غراب الكتبي. المنصوري من يقدم لنا هذا الاسم، انطلق بفوز وانتصار وابداع ما شاء الله وتبارك الله. بشار مع المركز الثاني، دير البال دير البال يا المايدي. بشار مع المركز الثاني، هنا الصراع، هنا المقدمة، الانطلاق الاول مع الصدارة. المايدي وبشار، المايدي المايدي، بشار يا بشار، المايدي المايدي المايدي، المايدي المسيطر، المايدي الاقرب، ولكن بشار بشار، ولكن المايدي يحمل رقم واحد. تهانينا والناموس لحميد بن سالم بالقوبة على المنصوري. المركز الثاني وصل بشار، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لمحمد بن سيبر محمد بن زيتون المهيلي. المركز الثالث كان من نصيب مرحب سلطان ابراهيم بن سلطان المنصوري. متابعة الجحافي يقدم لنا جبارة سهيل بن حمد بالأسود العامري، وسلوم الجحافي يقدم لنا جبارة. الله يا الهايلة، أوصلت الهايلة المجازف بن منازف، ولكن جبارة جبارة الهايلة الهايلة جبارة المجازف المجازف المجازف، وصل بن منازف لينتزع هذا الناموس. سلام يا منازف، سلامي لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. ثانيا وصلت جبارة سهيل بن حمد بن أسود العامري. المركز الثالث شهر محمد بن سعيد بن خليفة الخيالي. يا ابو سعود حلوة ايضا بهذا الاداء الجميل وبهذا الشعار المميز، ولكن هناك الوصول. الله يا سلام، اعود الى الصدارة والمقدمة مع المركز الاول. هناك البويضة البويضة
يا سلام يا سلام، شوفوا العرض، شوفوا العرض الجميل. هناك ايضا تحركت البويضة على الصدارة. سلام يا المري، سلام سلام، تحية واحترام سلامي لهذا الشعار الجميل. ناصر مفاد من محمد ايضا المري على الصدارة والمقدمة والمركز الاول، تهانينا تهانينا. والناموس المركز الثاني، المركز الثاني وصلت قند علي بن عبد الله بن عيف العامري. المركز الثالث وصول وتقدم من بلشة رياض بن ثامر السعدون. يباعد المسافة هنا بدون أي أوامر، الأوامر طفيفة مع وسام. يا سلام يا سلام يا سلام، أشكرك يا المدهوشي على هذا الأداء، على هذا العرض الكبير والمميز. وسلام على وسام، وسلام على المدهوشي، سلامي على عام علي بن عامر بن راشد المدهوشي، سلامي واحترامي لهذا الأداء الكبير وهذا المستوى المميز. تهانينا والناموس وألف مبروك مع لحظة وصول وسام على أول المراكز وبدون أي منافس هنالك. علي بن عامر بن راشد المدهوشي والمركز الثاني، وصل شاهين على المركز الثاني هنا بشعار حمد بن محمد بن عبيد العامري من قدم الأداء الكبير. متفردة متقدمة على المركز الأول، هناك أهالي السمحة ينتظرون هذا السلام، هذا السلام الوثباوي الذي بدأ من الوثبة وحلق في السماء إلى ميدان السمحة، إلى ميدان السمحة، إلى سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. أشكرك يا مالك سوق على هذا الإنجاز. هناك مع سوق سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، بينما المركز الثاني هناك مع زعزعة خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري، بينما المركز الثالث وصلت بن ظبيان علي بن محمد بن عبد الله أبو ليلة القفرة. الماضي مشكور، مشكور المجازف، واسعد الله مساك من قدم لنا هنا هذا الانطلاق لمن، ويا سلام من سجل النقاط الذهبية في هذا المساء. مشكور يا مالك، منوه 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 بالفعل، أمنت بالفوز والناموس هديه. مالك مشاهدي الكرام، مبارك بن محمد بن زيتون المهيري، اسعد الله مساك يا مالك منوه على هذا الفوز. من قدم لنا الابداع في هذا المساء، يقدم لنا منوه يضيف ويكرر ويعيد هذا الانفراد والانعزال. من قدم لنا منوه المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان من نصيب الشبلة علي بن حمد بن سالم بن سعيد العفاري. المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز، المركز الوهيمي يرسل السلامات من عاصمة الميادين، من الوثبة إلى السلطنة وأبنائها. تهانينا والناموس لمالك الواعي على هذا الفوز والانتصار. ناصر بن حمود الوهيمي وبدون أي منافس على الصدارة ينتزع هذا الناموس. تهانينا تهانينا لمالك الواعي ناصر بن محمد بن حمود الوهيبي، وسلام يا السلطنة سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصل نشمي سيف بن عبد الله بن براك الظاهري. المركز الثالث، المركز الثالث هنالك الصدارة والمقدمة مع المركز الأول هنا محمد بن المري على الصدارة والميزة على صدارة هذا الشوط مع المقدمة 300 متر الأخيرة، جولة الأوامر النهائية هنا على صدارة هذا الشوط. ما إن شاء الله بدون أوامر، ولكن صدرت الأوامر. قمرة هناك غادمة، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، الرميثي هنا مع الأمتار الأخيرة 100 متر الأخيرة. الله يا سلام، ولكن الفائزة صامدة صامدة، قمرة تحاول ولكن الفائزة الفائزة الفائزة. تهانينا تهانينا والناموس هنا على هذا الفوز. محمد بن مبارك براشد المري المركز الثاني، قمرة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي المركز الثالث، وصلت هناك أيضا براق محمد بن غزام بن محمد المنصور.
الغيات، انطلق الاكتبي، انطلق بالحري، سالم بن خلفان، وعساك دوم سالم، يا سالم يا سالم يا بن خلفان، يا بالحري يا الاكتبي، غيات 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 غيات، يا سلام يا سلام، انطلاقة كبيرة، انطلاقة جميلة، انطلاقة يا سلام، هذه هي الانطلاقة الكبيرة في هذه الأمسية الكبيرة مع غيات سالم بن خلفان بالعري الاكتبي، انطلق مع غيات، تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز المركز الثاني. وصل هنا زعفران سهيل أو السلطان بن محمد بن مصبح الاكتبي بن هناك الوطن، تدخلت الوطن في هذه اللحظات، ويا مقل الوطن ويا محل الوطن، خليفة بن محمد بن عاضد المهيري، ولكن اللحظات الأخيرة التحدي الثنائي ما بين الأسماء الواصلة الواصلة مع انطلاقة رم سالم بن علي بن سعيد البريسي المري، وأيضا هناك متعب سعيد الرميثي، واللحظات الأخيرة، ولكن إلى السمحة إلى السمحة هناك مع متعب سعيد مطار بن محمد الرميثي وصلت على المركز الثاني في هذه اللحظات، وانطلقت هناك مع رمز سالم بن علي بن سعيد البريسي المري ثالث المراكز، وصلت هناك مع انطلاقة العابرة محمد بن أحمد بن سعيد الحلوة رابعا. الفاتنة الفاتنة الفاتنة، خلاص بقول قفلت على هذا الشوط، هذه هي الفاتنة مشاهدين الأعزاء، تأتي بهذا الأداء الكبير والتحدي المثير، فتنت الفاتنة بالمركز الأول بهذا الانطلاق، هذه هي الفاتنة مشاهدين الأعزاء، الحبروت بن حمد بن سالم الينابي الينابي مدى يسير إلى الصدارة الأولى، سلام 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 إلى القوع، سلام سلام سلام، تهانينا والناموس للحبروت بن حمد بن سالم الينابي على الفوز والانتصار مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، من خلال هذا التواجد مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام المركز الثاني وصلت الرويحة لسعيد بن خليفة بن سعيد الخيالي، المركز الثالث كانت الفائزة لسالم بن مغير بن سالم العميم. آخر كلام ثاني هنا مع الصارم الصارم الصارم، قادم بكل قوة صاحب الإنجاز مشاهدين الكرام، من ليس له ماضي ليس له حاضر، يا سلام راعي الإنجازات الصارم مع المركز الثاني، شاهين لا يقل أهمية، ما يبي يسلم الأمر ما يسلم الناموس، شاهين بن قرين مسيطر ولكن راعي العوايد ما يخلي عوايده، الصارم 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 انطلق للناموس، الصارم الصارم بالفعل صرم الناموس، صرم الفوز والانتصار أداء حمد بن ناصر بن سعيد الاكتبي، أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين محمد بن قرين العامري، المركز الثالث من وصل الدولي سالم بن أبي حمد بن مبارك. الهاملي يقدم لنا بنت راهي، وهنالك لمعة خليل بن محمد بن عبيد بن كدوس الرميثي بن قريع على المركز الثالث، ناصر بن روس بن قريع العامري المركز الرابع، وصلت الآن الضبير سيد منصور بن عيسى بن محمد إلي بن انطلق إلى الناموس، انطلق إلى الفوز والانتصار، الضبية منصور بن عيسى بن محمد الأخيالي يحسم هذا الشوط من صالح التهانين والناموس، المركز الثاني لهب جمال بن غانم بن علي أم بنت راهي محمد بن غنام الهاملي، المركز الثالث وصلت لمعة خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي. مطهر بن محمد الرميثي على الصدارة والمقدمة، هناك الأسد يحاول، الأسد يحاول هنا على المركز الثاني، أقلين بن علي بقلين العامري يتواجد على المركز الثاني في هذه اللحظات، الطاير الطاير على الصدارة والمقدمة، سلام
سلام يا سمحة سلام، سلام يا الرميثي سلام، سلام يا الطاير سلام، تحية واحترام على هذا الفوز الجميل. هناك أيضا من أسبوعين فايز هنا أيضا وتنحدر وينحدر من سلال الطاير المختبر، تهانينا أو سعيد الطاير المملوك لسعيد بمطر المركز الثاني، وصول من الأسد قليل بالعلي بقليل عامل المركز الثالث، وصل هناك أيضا اللي حام رقم 24 هنا أيضا مخايل سالم بن محمد سليم العفاري. يقدم لنا الطيارة سعيد بن مطر بن محمد، الرميثي انطلق مع الطيارة ولكن فزة 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 يا هو اسم غالي 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 هذا الاسم، فزة على المقدمة شعار الوهيبي ولكن ممثل السمحة، انطلق مع الطيارة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، انطلق مع الطيارة في هذه اللحظات لتنطلق هنا بشعار سعيد بن مطر بن محمد رميت المركز الثاني، وصلت فزة هنالك بشعار الوهيبي محمد بن سعيد بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث وصل شعار بن قشمان مع شقرة محمد بن سويد بن قشمان المنصوري. انطلاقة الوسمي صقر بن هدوب بن سعد العمري طار كالصقر، وحد السلامات إلى السلطنة إلى السلطنة. هناك هناك مع المرتبة الأولى، ما شاء الله ما شاء الله على هذا العرض الجميل على هذا الانطلاق على هذه القوة، واللي ثاروا مع الوسمي صقر بن هدوب بن سعيد العمري، وسلام السلطنة سلام سلام السلطنة على هذا الإنجاز الجميل مع العمري العمري العمري، انطلق بالمركز الأول بينما المركز الثاني وصل هناك الزعيم عمير بن علي بن عمير الاكتبي ثالث المراكز، وصل فيه هناك ممدوح سعيد بن ظفر بن محمد العامري الرابع. حذاري حذاري من غيوم على المركز الثاني، بيات بن علي الاكتبي على المركز الثاني، ولكن هناك سمحة ما زالت على الصدارة ما زالت على المقدمة 300 متر، هناك النهاية. الله يا سلام، شوفوا الاندفاع شوفوا الاندفاع، هناك أيضا سلام سلام تحية واحترام عبيد بن علي أيضا بن يلول بن ويسر يتواجد على المقدمة مع المركز الأول، تهانينا تهانينا والناموس على هذا الهوز وعلى هذا الشعار شعار سمحة، تهانينا والناموس لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية. المركز الثاني مشاهدينا متابعي الكرام قيوم بيات بن علي يكتب المركز الثالث اللي حامل رقم 28، وصلت هنا سحابة محمد بن علي بقصيب الظاهري